معانا رانيا ابراهيم جمعه وهنروح اسكندريه ونشوف وهي بتسلم ال 100,000 جنيه البكاوي. راحت اسكندريه السنه النهارده معلش بتاعت يوم الاثنين اللي فات راحت اسكندريه النهارده. وهنروح مع المراسله زميلتنا هدير صبري. هلو يا هدير، مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير يا سلمى، مساء الخير يا فيفي، مساء الخير يا هشام. احنا زي ما انتوا قلتوا احنا موجودين في اسكندريه، احنا موجودين في منطقه الحضره بحري في منطقه الابراهيميه. جينا طبعا النهارده علشان نسلم رانيا فاروق، رانيا ابراهيم جمعه، نسلمها جايزه ال 100,000 جنيه. النهارده رانيا كسبت معانا، طبعا احنا دلوقتي هنخش لهم حالا علشان نسلمها جايزه ال 100,000 جنيه اللي كسبتها الاسبوع اللي فات. مساء الخير مدام رانيا، موجودة؟ طب ممكن تناديها لي؟ مدام رانيا مساء الخير، ازاي حضرتك؟ تمام؟ احنا طبعا برنامج احلى مسا، انت كنتي صوتي وبعتي الاجابة عن فيلم ايه بقى، انت اخترتي فيلم ايه؟ هي دي الإجابة الصحيحة. احنا بنقول لك ألف مبروك، انت كسبتي معانا 100,000 جنيه، تعالي اتفضلي معانا. دي جايزة مقدمة لحضرتك طبعا عشان انت جاوبتي إجابة صح. ميرسي. يعني انت صوتي كم مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة بعتي رسالة؟ بعت رسالة على رقم الرسالة. هتعملي ايه بالفلوس؟ مش عارفه والله، بس مفاجاه، بس ان شاء الله نطلع عمره. انا عندي بنوته داخله على ثانويه عامه. كده ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. احنا بنشكرك يا مدام رانيا على فكره، دي كانت تسليم جايزه ال 100,000 جنيه لمدام رانيا من اسكندريه. بالتاكيد احنا موجودين معاكم في كل حته في مصر، لو عايزين طبعا تكسبوا ال 100,000 جنيه هتصوتوا معانا وتابعوا بقيه الحلقه مع فيفي وهشام وسلمى عشان تعرفوا الحلقه النهارده او مسابقه النهارده هتبقى ايه. تابعونا طبعا لغايه نهايه اخر الحلقه مع فيفي وهشام وسلمى. ألف مبروك.